يعني ايه يعني انا هاخد طب اسره؟ يعني انا هفضل حياتي كلها اعالج السخونيه والكحه وادي دواء السكر وادي دواء الضغط؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ابطال كليه الطب وفيديو جديد. هنتكلم النهارده عن تخصص جديد من التخصصات اللي انا شفتها في الامتياز واللي شفتها برضو ايام الكليه كتير جدا، وهو تخصص طب الاسره، او في اقوال اخرى والاقوال القديمه شويه عننا، وهي الجنرال براكتيشنر او الممارس العام. اول ما بيتبادر لذهنك كده موضوع طب الاسره والممارس العام وبتاع، بيجي لك بقى ايه احساس ايه؟ دكتور ربيع بتاع كل الامراض، الوحدات الصحيه اللي موجوده بقى في ترشوخ الليف، الموجوده في مش عارفه فين، هتقضي حياتك كلها في وحده صحيه بتعالج كحه وسخونيه. بس يا جماعه بصراحه يعني عشان نكون حقانيين، الموضوع مختلف تماما عن الموضوع ده جدا، بالذات ويركزوا في الموضوع دوت البنات اللي بتبقى عايزه ان هي تاخد تخصص كلينيكال وفي عيانين وكده، وان هي ممكن تفتح عياده، دي حاجه تانية، وفي بنات بتبقى عايزه الموضوع ده جدا. والحاجه الثالثه ان هو تخصص مريح جدا وما فيهوش بقى نبطشيات ولا داخلي ولا مش عارف ايه ولا عمليات ولا جراحه ولا بتاع، فمميزات كتير جدا. لسه اصلا ما اتكلمش عن مميزات كل ده، انا بتكلم في حاجه البديهيات اول ما يجي لك كده كلمه طب اسره. الحاجه الثالثه، ولو في بنات برضو ما عايزه تسافر، يعني انا من اكتر التخصصات اللي شفت فيها بنات بالذات ورجاله برضو مسافرين هو طب الاسره. اشهر الناس اللي اعرفها واخده طب اسره دكتور كريم علي، هو كان اتكلم في الموضوع ده قبل كده، واخد طب اسره في الدوله اللي هو مش عارف رومانيا ولا ايه بتاعته ديت. من اشهر الناس الموجوده دلوقتي على السوشيال ميديا، وزود نفسه واخد تغذيه واخد حاجات كتير، بس موضوع طب الاسره فتح له القصص ديت. الحاجه التانيه بقى بالنسبه للرجاله، برده من اكتر الرجاله اللي شفتها مسافره من مصر بطب الاسره وشغالين طب اسره بره، سواء في الخليج او في اوروبا او في انجلترا، وساعات امريكا برده بياخدوا جنرال براكتيشنر او طب اسره. فبجد التخصص اصلا مطلوب جدا جدا جدا، وان انت اصلا ازاي تبدا يعني تفكر فيه كده وتحطه في احتمالياتك ان انت ممكن تاخده عادي يا جماعه. يعني سبحان الله على السيره، انا قاعد اهو قدام مركز طب اسره السيده زينب، معرفش جه على السيره كده ان انا بتكلم عن طب الاسره. بس الفكره والنظره الغريبه اللي بنبص لها طب الاسره تيجي من زمان بقى، ان الناس اصلا كده كده كانت بتتخرج من كليه الطب، يعني الموضوع ده مثلا من 20 سنه ولا حاجه او اكتر كمان، كانت بتتخرج من كليه الطب، هو اول ما بيتخرج بالبكالوريوس كده اسمه ممارس عام، يعني هو ممارس عام بيمارس كل حاجه بقى، وممكن يفتح عياده بالبكالوريوس والدنيا ما شاء الله بتبقى هايصه جدا معايا يعني. ومن هنا بقى بتيجي المشكله ان هو ممكن يبقى دكتور مش كواليفايد شويه في الحاجات المعقده، ممكن يعالج ناس برده مش احسن حاجه، النظره بقى بتاعت دكتور الوحده اللي بياخد مرتب اي كلام، ما بيفتحش عياده مش عارف ايه، وهكذا وهكذا وهكذا. فنظرتنا للموضوع دوت جايه من حاجات قديمه، بس الموضوع ده بيتغير يا جماعه. ومن اهميه طب الاسره اللي احنا بدانا نشوفها ان بقى ليه زماله وبقى ليه تخصص في الجامعه محترم ولوحده، في جامعات كتيره جدا بقى فيها طب اسره، مش كتير بس في بالذات، يعني عندنا ما شاء الله قناه السويس دلوقتي فيها طب اسره دي، والاسم ما شاء الله محترم جدا، في زماله دلوقتي طب اسره، فالموضوع بيتطور. لان الطب في حد ذاته في جزئين يا جماعه، في جزء علاجي وجزء وقائي. الجزء العلاجي بقى بتاع العمليات والادويه المعقده ومش عارف ايه والتخصصات السب سبيشاليتي ومش عارف ايه، الجزء الوقائي هو بتاع طب الاسره، انت بتقي الناس ان هي توصل لمرحله بقى المستشفيات والمراكز الكبيره في المحافظات وكده، وفي نفس الوقت برضو انت بتريفير لو حاجه صعبه عليك، انت بتريفير للحاجه الكبيره ديت. بل في ناس بقت بتحب شغل الجي بي في حد ذاته، ممكن بظروف معينه، ممكن ناس تسافر بالبكالوريوس من مصر هنا بعد الامتياز تسافر السعوديه وتشتغل جي بي يعني، بس بقى المرتب قليل جدا، ما بيعرفش ان هو يطور نفسه قوي، مرتب قليل بالنسبه للسعوديين يعني، هو 8 او 9000 ريال ده قليل بالنسبه للسعوديين الدكاتره هناك يعني، والدكاتره المصريين حتى. وبرده مش معنى ان انت بتشوف كل الحالات قدامك بقى، بتشوف جراحه وبطنه ونسا ومش عارف ايه، ان انت المفروض تذاكر كل الحاجات دي، لا يا جماعه الجي بي برده تخصص محدود ومنهجه محدود جدا، انت عارف انت بتعمل ايه. فوق الموضوع دوت انت عندك 1 2 3 4، فوق الاربعه انت بتحوله خلاص، طب ده مش شغلك فاهم. فعشان كده برضه هو تخصص رايق وجميل واسم جميل قوي ومذاكرته حلوه جدا على فكره. عايز اقول لكم برضه للناس اللي بتفكر تسافر، من اجمل التخصصات اللي فيها سفر بصراحه، يعني انت اصلا بتتطور فيه بسهوله جدا، وان انت بتعلى فيه حلو جدا، ومطلوب في انجلترا ومطلوب في اوروبا كلها تقريبا زي ما قلت لكم حوار دكتور كريم علي، فمطلوب تخصص مطلوب جدا. بس وانا برضو زي ما قلت لكم كده شفت ناس فاتحه عيادات، شفت رجاله برضو فيه ومسافرين، شفت رجاله بياخدوا طب الاسره بس عشان حاجه مؤقته كده عشان يسافروا بعديها، حتى لو مش هيسافروا بطب الاسره يعني، فبرضو يعني ممكن يبقى محطه يعني.
طيب ندخل بقى في نقطة ايه المميزات بتاعة طب الاسرة، واول ميزة معاك وهو زي ما قلت كده ان هو مطلوب في كل العالم وفي مصر وفي كل حتة، وما شاء الله التأمين الشامل اللي هي يدخل بقى مصر كلها وبيتوسع كل اللي محتاجينه فيه برضو طب اسرة، بيحاولوا ان هم يزودوا دكاترة طب الاسرة. حاجة تانية وان انت ممكن تطور نفسك في مجالات تانية كتير جدا جدا. زي ايه؟ ممكن مثلا انت تطور نفسك في جزء التغذية، ممكن تطور نفسك في جزء مثلا الماينور سيرجريز، ممكن تطور نفسك في جزء النساء وتاخد الجزء الحميات والاطفال ويفتحوا عيادات الموضوع دوت، بس بيبقى انت معروف انت طب اسره بس ليك حاجه مور سبيسيفايد شويه اللي هي اطفال مثلا او حميات او نساء او 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 في ستات بتعمل الموضوع ده. فجزء التطور فيه وفي كل المجالات اللي انا قلت فيها دي موجود، يعني انت مستحيل مثلا تبقى دكتور جراح وتشتغل في النساء ولا حميات، لا مفيش كده. طب الاسره فيه الموضوع ده، ممكن ان انت تشتغل في حاجات بسيطه خالص من النساء او من الجيرياتريك والناس الكبيره في السن والحاجات دي. جزء التغذيه فيه، اعرف ناس برضو مثلا بتاخد دبلوم التغذيه ويشتغلوا في التغذيه بجانب طب الاسره، الموضوع بيبقى كومباينيشن جامد جدا بصراحه. ثالث نقطه معاك طبعا التخصص المرتاح جميل، من غير نبطشيات ولا سهر ولا ليالي ولا بتاع، بتخلص العياده بتاعتك الساعه 1 الساعه 2 وتخلع على بيتك وبارك الله في مرزقك، تروح بقى تشوف لك بقى مراكز برايفت ما شاء الله، يعني تشوف لك عياده فاتحها، تشوف لك اي حاجه. وده دخلنا على رابع نقطه وهي نقطه الفلوس، من ما شاء الله يعني من اكتر التخصصات اللي بتجيب فلوس على فكره، خصوصا ان انت ممكن تتعاقد مع مستشفى خاصه مع مراكز خاصه تفتح عياده ليك، حاجات كتير جدا يعني ما شاء الله يعني. وان انت بتلاقي وقت للموضوع ده فعلا، انت بقول لك انت شغلك الحكومه كله ممكن يتلخص في 3 4 ايام بتحضرهم من 9 ل 2 مثلا، فاهم؟ ولو انت في الجامعه مثلا ممكن ان انت تزود جزء التدريس. بتوع التامين الشامل مثلا بيشتغلوا طول الاسبوع مش عارف 42 ساعه بس، يعني 42 ساعه من الاسبوع كله، فالاسبوع كله بتاعك بعد كده. فهو تخصص رايق لناس الستايل معين من البشر، من الرجاله من البنات ستايل معين، لو عايز يريح دماغه شويه عايز حاجه برضو تكون محترمه واسمها حلو برضو، فبجد طب الاسره في الموضوع ده كويس جدا يعني. ننتقل لنقطه العيوب، ومن العيوب الخطيره جدا اول حاجه وهي ان انت محتاج تبقى فريندلي مع الناس، محتاج يبقى عندك كوميونيكيشن سكيلز حلوه جدا مع الناس عشان انت اصلا تبقى محطوط في مكان هتتعرف فيه وتفضل فيه ممكن بالسنين، فعشان الناس دي ترجع لك تاني لو احتاجوك لازم انت تبقى فريندلي معاهم، تتعلم في كوميونيكيشن سكيلز حلو جدا. الموضوع ده مثلا مش لازم يبقى موجود مثلا عند الجراحين عند بتوع الانف والاذن الرمد مش عارفين، اللي ما بيتعاملوش قوي مع الناس حتى في العيادات بيبقوا طف شويه كده مش زي بتوع طب الاسره والاطفال والحاجات اللي هي الكتاكيت الصغيره ديت، فدي الفكره يعني. حاجة تانية والعيب الخطير وهو نظرة المجتمع، احنا لسه بنتكلم دلوقتي اصلا في نظرة المجتمع اللي احنا اصلا كدكاترة ممكن نكون متأثرين بيها كمان، فتخيل المجتمع ده هيغير نظرته ليك امتى مثلا، ف تستحمل نظرة المجتمع، هتستحمل ان الناس ايه انت شغال ايه، شغال ممارس عام، شغال فين، مالكش عيادة، انت مش عارف ايه، فاهم؟ فالموضوع ده بس بيخف الموضوع ده بقى اكيد الفلوس والحمد لله، وان انت تبقى ليك يعني مكانة ووظيفة محترمة جدا، الموضوع ده بخف شوية، يعني ما اعتقدش ان في حد بقى بيركز قوي مع الناس وكلام الناس والهبل ده يعني. بالذات ان احنا في طب يا جماعة، فالموضوع كلام الناس ده يعني متأخر قوي، احنا بنقعد بالسبع والثمان سنين ما بيعرفولناش اصلا طريق ولا بنبقى عارفين لنا تخصص، فما جاتش يعني على سبع ثمان سنين تاني هتشتغل فيهم طب أسرة من قبل ما تتعرف جامد يعني، فصباح الفل يعني. الموضوع مش مؤثر قوي يعني. وبرضه من العيوب وهو ان برضه العيادات بتاعتهم ما بتبقاش مشهوره قوي بصراحه، يعني انت لما تشوف عياده مكتوب عليها طب اسره تخصص اطفال ونساء وحميات مش عارف ايه هيصه كده اللي هو وانا اروح لك ليه، ما اروح لبتاع اطفال ولا اروح لبتاع نساء متخصص، فاهم؟ فبرضه الحته دي بتبقى عيب شويه، بس يعني مش للدرجه الفظيعه يعني. انا شفت ناس في عيادات طب اسره بصراحه ما شاء الله ممكن يدخلوا بال 15 و 20000 جنيه في الشهر من عياده يعني ما شاء الله 3 4 ساعات في اليوم يعني، فالدنيا لطيفه يعني ما تقلقوش يا جماعه. بس كده وللاسف انا ما كنتش عملت فيديو للمذاكره بتاعه طب الاسره لان هي كلها محاضرات ودكاتره الكليه بتبقى كويسه في الموضوع دوت، فهسيبكم مع الفيديو الاخير اللي عملته على التخصص بتاع العظام، ممكن يفيدكم كتير جدا لو انتم بتفكروا فيه، ولو انتم مكافحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.